تمام. طب كابتن سلاوي استاذن حضرتك وكابتن عماد، نروح لارض الملعب ومراسلنا محمد توفيق وينقل لنا الاجواء. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام، كباتن مصر في كره السله كابتن محمد سلعاوي، كابتن عماد مراد. يمكن يتجدد اللقاء استوديو الابطال، واحده من مباريات القمه في دوري سوبر الرجال في الجوله السابعه من الدور الترتيبي، ودي الجوله الختاميه لدور الذهاب. يمكن زي ما بنقول دي مباراه قمه، يمكن نهائي مبكر للبطوله. يمكن اخر ثلاث مواجهات بين الفريقين كان في نهائي البطوله العام الماضي، وكمان شفنا مباراه كبيره بين الفريقين في الدوري المرتبط وكمان في مباراه السوبر. يمكن ان شاء الله نتوقع النهارده من الاجواء اللي داخل الصاله هنا وكمان نتائج الفريقين مع بعض في اخر المباريات ان احنا نتفرج على مباراه كبيره. يمكن خلينا نقول لك الاجواء هنا داخل الصاله حاله من الود والحب الكبيره جدا بين جهازين فنيين كبار. يمكن كابتن اشرف توفيق كان في استقبال كابتن احمد مرعي المدير الفني فريق الاتحاد، لاعبي الفريقين يمكن حفاوه كبيره جدا في الاستقبال، اجواء اكثر من رائعه. يمكن كان في كلام ودي بين الفريقين، يمكن الامن كان مصر ان يبقى فيه 20 فرد فقط تابعين لكل نادي. يمكن كابتن طارق الغنام بنفسه اللي كان يعني مشرف على دخول اعضاء نادي الاتحاد وذلل لهم كل الصعوبات اللي واجهتهم في دخول الصاله، وهو اللي كان بيتكلم مع الامن بنفسه. اجواء اكثر من رائعه ان شاء الله تكتمل في ارض الملعب ونشوف مباراه كبيره. يمكن كمان بنتكلم عن النهارده عوده ايهاب امين لاول مره منذ غياب بعد الاصابه مع المنتخب. عايز اقول لحضرتك كابتن هيثم، ايهاب امين النهارده يلعب المباراه مرتدي يعني زي ما بنقول ماسك كده او واقي للوجه بناء على نصيحه طبيب الفريق حتى لا تتجدد الاصابه مره اخرى. قال لي انا كلمت يمكن مع دكتور الفريق، قال لي لسه في خطوره على ايهاب ان هو يلعب من غير ماسك، فهنفضل لابسين الماسك شويه لحد ما نتاكد انه تمام بشكل كبير يقدر يلعب من غيره وما فيش خطوره عليه. يمكن اكثر من غياب، يمكن زي ما كابتن هيثم كل المباريات اللي بنتكلم فيها مع بعض النادي الاهلي تقريبا ما فيش مباراه لعب سكواد مكتمل. الغيابات برضو ما زالت تلاحق النادي الاهلي، يمكن النهارده اكثر من غياب اليكس يونج للايقاف للمباراه الثانيه على السوالي، احمد حمدي كمان غايب للاصابه، ابراهيم الجمال غايب للاصابه، محمد مصطفى مودي، ويمكن كمان في برضو بعض الاصابات في نادي الاتحاد، احمد عادل الاصابه يمكن دي المباراه الخامسه على التوالي، اخر مباراه ليه كانت امام الزمالك اصيب فيها وما شاركش تاني، احمد الصباغ دي المباراه الثالثه على التوالي غاب عن نادي الاتحاد، وادم الصباغ بيغيب برضو للمباراه الثانيه. زي ما قلت لحضرتك اجواء اكثر من رائعه، ان شاء الله نتفرج على مباراه قمه ما بين كبيرين كره السله في مصر، نادي الاهلي ونادي الاتحاد. ان شاء الله يكون يعني المباراه عند الموعد ودايما يوصل المتعه والمشاهده الممتعه على قناه النادي الاهلي. معاك كابتن هيثم مضيف الكرام، الكلمه لحضرتك.